السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نرحب بكم في بدء العام الدراسي الجديد، ونتمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله يا رب، يحفظكم وعوائلكم من كل شر. طلاب محاضرتنا لهذا اليوم حنضيف مقدمة بسيطة بمشيئة الله، ما معنى ظواهر الانتقال بصورة عامة، وشنو منهجنا اللي رح نعتمده لهذه السنة. منهجنا طلاب هو عندنا دراسة لعدة معدات. بالنسبة للكورس الأول مثل ما تعرفون عندنا 4 معدات، بالنسبة للكورس الثاني عندنا 4 معدات. الكورس الأول المعدة رح نبدي بها هي الدراينج أوف سوليد، عندنا أيضا الكولينج ديزاين أوف كولينج تاور، عندنا أيضا الفلتريشن، عندنا أيضا الإيفابوريشن. بالنسبة للكورس الثاني طلاب راح ندرس عندنا أيضا مثل ما قلنا الفصل الأول 4 معدات، الفصل الثاني عندنا الأكستراكشن، عندنا السيديمنتيشن، يعني عندنا الأكستراكشن أيضا معدات لدراستها، وعندنا نوع من الفلتريشن أيضا راح ندرسها في الفصل الثاني. فإذا 4 معدات: drying، design of cooling tower، عندنا evaporation والcrystallization، الفصل الثاني extraction، الفلتريشن، السيديمنتيشن. أوكي، يعني فهاي كلها راح نتطرق لها، والليتشنج إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فطلاب إحنا أريد أنطيكم فد فكرة بسيطة عن موضوع الدراينج. موضوع الدراينج هو بصورة عامة التجفيف. ما هو التجفيف للمواد الصلبة؟ وليش يعني نلجأ إلى التجفيف لهذه المواد؟ بصورة مبسطة طلاب، طبعاً أنا طلاب دازت لكم محاضرة، إن شاء الله راح أدز لكم فيديوية وأيضاً PDF على مود إن شاء الله تفتهمون المحاضرة، وأي سؤال إن شاء الله بمشيئة الله نتفق بيناتنا عليه، نحدد تحبون يوم إلى شرح أو توضيح. بالنسبة للدراينج، الدراينج هو الفاينل أوبريشن إن مانيوفاكتورينج بروسيس، يعني هو العملية النهائية مع التصنيع نلجأ لها يعني بعد عدة عمليات. على سبيل المثال هو يتبع عملية الإيفابوريشن، يتبع عملية الفلتريشن، الكريستاليزيشن، الدراينج هي إزالة كمية الرطوبة الموجودة في المادة. يعني إحنا عندنا مادة نريد نزيل كمية الرطوبة الموجودة بها، فهذه المادة طبعا باختلاف المواد راح يتبع اختلاف المواد، راح يتبع الخصائص الفيزيائية، الخصائص الكيميائية، التكستشر، النسيج مع المواد وغيره. فعملية الإزالة أيضا راح تكون مختلفة من مادة إلى أخرى، وحنجي عليها الآن. بصورة مبسطة طلاب، مثل ما قلت لكم عملية الدراينج هي عملية إزالة الرطوبة من المادة. عملية الإزالة طبعا حتكون بها كفاءة. إيش قد كفاءة الإزالة؟ 80%، 85%، 90%، يعتمد. لكن بصورة مبسطة عملية التجفيف أو الفاينل برودكت اللي راح نحصله، ليش احنا نقوم بعملية التجفيف؟ ليش؟ على السبب في ذلك المنتج النهائي أو البرودكت النهائي حيكون reduce the cost of transport، الكلفة مالته قليل الكلفة. ايضا حيجعل الماده اللي احنا او المنتج اللي احنا حنحصله يكون سهل الحمل. طبيعي طلاب انتم عندكم ماده وتجففون من عندها المي او تزيلون المي، بالطبع الماده راح تبقى هي ماده راح تكون خفيفه ما بها رطوبه، طبعا مقارنه بالماده اللي لو كان بها نسبه رطوبه راح تكون شويه ثقيله. فمن تكون ثقيله بالطبع انه الكوست أو التكلفة لعملية الحمل راح تكون هواية. فإحنا نأخذ خيار التجفيف على مود حتى يكون عملية حمل
الكوست مال المادة وأيضا عملية حملها الهندل مالتها حيكون سهل. إضافة إلى إحنا حنحصل مواصفات معينة أوكي definite properties مثلا الملح على سبيل المثال نحصل على ملح بمواصفات جيدة. إضافة إلى هاي إنه عملية إزالة الماء مثل ما تعرفون إحنا كهندسة كيميائية عملية إزالة الماء تخلصنا من مشاكل الكوروجين أوكي يعني في عدد من المواد ونعطيكم مثال drying of gas was fuels or benzene prior or chlorination أوكي فرح يخلصنا من مشاكل الكوروجين اللي نشوفها إحنا بالصناعة. فإذا بصورة مبسطة طلاب عملية الدراينج هي عملية تتبع وهي من العمليات أو العملية النهائية ونطيلها أمثلة عليها وهي إزالة الرطوبة بصورة مبسطة طلاب. إحنا عندنا كلمة المويستشر المويستشر تطلق على الرطوبة وكلمة الهيوميديتي تطلق على الرطوبة. بس شو كده أنا أقول مويستشر شو كده أقول هيوميديتي؟ المويستشر أطلق عليها من عندي سوائل من عندي لكويد أقول نسبة الرطوبة في هذه المادة من عندي غاز ذات عمل ويا غازات أقول هذا الغاز بكمية رطوبة هيوميد غاز أو هيوميد لكويد. الهيوميد غاز هو أطلق عليه هيوميديتي ما أقول مويستشر غاز أوكي أقول هيوميد هي اثنينهم نفس الشيء هيوميد والمويستشر لكن المويستشر أنطيها على مصطلحات الليكويد وايضا الهيوميديتي انطيها على او استعمالات الغاز. فهي تخلوها على بالكم اخافتوا يعني تخربطون تقولون شنو المويستشر شنو ترى هي نفس الشيء المويستشر والهيوميديتي اوكي يعني. فطلاب اني هنا راح اكو مواد مختلفه راح نجي عليها الان في محاضرتنا لهذا اليوم. استطينا مقدمة مبسطة عن الدراينج وليش أنا أريد أستخدم الدراينج لهاي الأسباب. المنتج النهائي راح أحصله حيكون إلى هاي الخاصية أوكي وهي مذكورة عندكم هنا يعني. إضافة إلى هاي طلاب أنا أريد يعني من دا أقدم على موضوع الدراينج أيضا أريد مثل ما قلنا نحصل الكواليتي حتكون عالية وإحنا ماكو دراسة أو ديزاين دايركت هو للدراين لكن لهاي البروسيجر لكن إحنا حتى نجي نصمم عندكم بالتصاميم مال دراينج لازم نتطرق إلى موضوع الهيت ترانسفير أوكي يعني والماس ترانسفير والمومنتم زين. إضافة إلى نوليدج لازم يكون عندنا نوليدج ومعرفة بالكواليتي مال المنتج اللي احنا نريد نصنعه أو نحلله أوكي يعني الإكزيستنت اللي نريد احنا نحصله لازم يكون عندنا نوليدج بالكواليتي مالته زين. فإذا الشيء لازم عندنا معرفة بالماس ترانسفير عندنا معرفة بالهيت ترانسفير عندنا معرفة بالمومنتم ترانسفير إضافة إلى معلومات عن الماتيريال الكواليتي مالتها البروبرتيز اللي نريد إحنا ننتجها لأن ماكو فد ديزاين يعني دايركت للبروسيجر مال دراينج أوكي يعني. وإذا لازم تكون عندنا معرفة بالبروسيجر مال دراينج إحنا يعني من نسوي شنو راح نحصل أو شنو اليونيك فيتشرز مال دراينج. فهنا طلاب عدة نقاط أتمنى أنه أنتوا تطلعون عليها من حيث البارتيكل سايز شون يكون يفيدنا بالتصاميم من حيث عندكم البرودكت مالته نسبة البوروسيتي مالته شون تكون إضافة إلى أنه الكاباسيتي عندكم اوكي يعني السبيد. فهاي كل هاي الامور لازم تعرفوها يعني تخلوها بنظركم بنظر الاعتبار يعني ظروف التشغيل ومواصفات المنتج اللي راح احنا نحصله بالدراينج. اضافة الى هاي الطلاب الان اكو مثل طبعا طلاب اني راح يعني اجيكم على
ورقة ورقة أوضح لكم شنو التفاصيل اللي هاي إحنا بالبداية عندنا بصورة عامة. وطلاب إحنا من هنا إلى لكل معدة راح ندرسها، الآن معدة الدراينج، بعدين الكولينج مثل ما قلت لكم، إيفابوريشن والبقية. أكو في بداية المحاضرة أنطيكم يسموه الكي اللي هو الكيورد أو الكي اللي الشابتر. الكي شي يتضمن، المفتاح شي يتضمن عندنا بعض الشروحات أوكي البسيطة عن المعدة حتى تتوضح لكم إضافة إلى بعض الديفينيشن أو يسموها الترمينولوجي اللي هي بعض خلينا نقول القوانين أو التعاريف البسيطة اللي هاي جدا طلاب مهمة جدا لكل معدة راح تدرسوها. ليش؟ لأن عن طريق هاي المعدة هاي المفاتيح أو الديفينيشن أو المعادلات أو خلينا نقول القوانين البسيطة اللي حسيطرون عليها راح من أدهش راح تتمكنون تشتقون أي اشتقاق موجود بالمحاضرة وتحلون أي سؤال مهما كانت صعوبته بأنه تربطون بين هذه القوانين مع بعض. فأريدكم طلاب تركزون على الديفينيشن والترمينولوجي أو الآن الأشياء اللي أنبهكم عليها بالمحاضرة حتى أنتم تسيطرون على الشابتر أو المعدة اللي أنتم تدرسوها وبالتالي تحلون أي سؤال أني أنطيكم راح يكون جدا سهل بالنسبة لكم، جدا سهل طلاب ماشي. يعني طلاب طبعا بصورة عامة المواد أو عملية الدراينج التجفيف أن راح نجي نطرق لها بإسهاب إن شاء الله بالمحاضرات القادمة، لكن بصورة عامة أنا شو أستخدم طبيعي من أجي أجفف طلاب شو أستخدم طبيعي هواء جاف، لأن هو أنا دا أريد أزيل رطوبة من المادة، فطبيعي إيش راح أستخدم أمرر هواء جاف على المادة اللي أريد أجففها، هواء حار اللي هي humidity مالته تكون قليلة جدا. طبعا هذا الهواء الحار أو الغاز الحار بمواصفات الهيوميديتي إلى رطوبة ب temperature تي غاز يسموها dry bulb temperature وب البرجر بي الريلاتيف هيوميديتي بي الهيوميديتي بي خصائصه. فأنا راح أجي أمرره على المادة الصلبة اللي بيها رطوبة حتى أزيل هاي الرطوبة أوكي وأحصل على المنتج. فهذا الغاز طلاب من أجي أمرره على هاي المادة أما يكون عن طريق عملية الكوندكشن أوكي يعني عن طريق الحمل أو عن طريق الكوندكشن الحمل أو عن طريق الكوندكشن التوصيل زين يعني وهي أكو طرق هنا أنا مذكورة عندكم طلاب convection conduction اوكي او radiation زين اني بانه توضعوا بمايكروويف او راديو فريكوانسي والى اخره. وطبعا حتكون كفاءه efficiency لعمليه الازاله اوكي يعني. طبعا احنا هنا محاضرتنا طلاب عن طريق الحمل راح تكون راح اشرح لكم اياها ان شاء الله كيفيه امرار هذا الغاز على الماده زين يعني الجاف او الهواء الجاف بصورة مبسطة حتى أنزيل نسبة الرطوبة. طبيعي طلاب أنا من أجي أزيل دا أستخدم هواء حار وأنا عندي مادة رطبة، فأنتوا في يتبادر إلى ذهنكم شيء طبيعي إنه هذا الهواء لازم شلون تكون الهيوميديتي مالته؟ بالطبع تكون الهيوميديتي مالته قليلة جدا. ليش؟ لأن أنا عندي مادة صلبة بيها مي، فطبيعي من أمرر عليها هواء حار. فإذا كانت الهيوميديتي مالها عالية إيش راح يصير؟ المادة راح تصير بها جين، راح بعد تاخذ هيوميديتي وبالتالي حيوصل الى حد الاكوليبريم ويتوقف ما راح يصير تجفيف. فطبيعي انه الهواء راح يمر على سطح الماده راح يكون حار جدا، الهيوميديتي مالته راح تكون قليله جدا بحدود ال 0.001 زين يعني جدا قليله يعني واحد بالالف مثلا اثنين بالالف بهذه الطريقه. بالتالي انه من راح يكون هواء حار والهيوميديتي مالته تكاد تكون محسوسة، بالتالي ايش راح يسوي؟ راح يسحب الرطوبة الموجودة بالمادة اوكي وراح يبدي يجفف سطح المادة
وبالتالي بعدين يصير إن إلى داخل المادة. هاي طلاب بصورة مبسطة أدكم تعرفوها إنه الهواء الداخل هو الهيوندي مالته كلش قليلة مقارنة بالمادة المراد تجفيفها من الرطوبة. الآن طلاب هاي العملية الميكانيزم رح نتطرق له إن شاء الله يعني في محاضرة أخرى على مود حتى وراها نشتق بالضبط. هناك هاي أني الآن وضحت لكم إياها بالنسبة لصفات الهواء اللي يمر شون لازم يكون حتى يجفف المادة اللي أريد أحصلها. طبعاً أكو عندنا مثل ما قلت لكم نوعين من المادة طلاب، اللي حتكون granular or crystalline أو تكون الأمورفس. يعني مادة حتكون مثل الجرانيولار الحلقية أو الكريستالان البلورية، مثال على ذلك مثل الصخور، الروكس، الساند، الرمل، الحصو. يعني طلب أنتم مثل ما تعرفون هاي الحصوة، أوكي، لو نجي نشوفها السطح إذا صار ماء على سطح الحصوة هل هو راح يدخل في داخل المادة بالبروس مالتها؟ لا طبعا، مؤكد، لأن هذا حيكون روك يعني مثل الصخرة، فبالتالي راح يبلل سطح المادة. لذلك من الآن أجي أخلي هواء حار على هاي الروك أو الحصو، خلينا نقول رأسا أي كونديشن سواء حرارة قليلة أو حرارة عالية هي راح تسبب أنه هاي المادة راح تتجفف بدون أنه يعني ألتزم أنه لا أخاف هاي لازم الهواء هل يكون كلش حار أو كلش يعني مو كلش حار، أو مثلاً أنا بسرعة أمرر على المادة أو جراجولي على المادة. لا، هنا طلاب راح يكون بأي طريقة أنا أقدر أجفف ما يتأثر بالمادة الموجودة. زين يعني فالسلكشن مال الدراينج كونديشن والدراينج إز نوت كريتيكال، ما راح تكون يعني مو بالشرط أو بالضرورة أختار فت كونديشن معينة برايت معين على مود أجي. لا، no. شوف هنا not critical to the properties and appearance of a dry product. زين، any condition هي السبب تجفيف المادة حتى لو كان to be rapidly سريعة to very إلى very low moisture content. أوكي، يعني إذا هاي النوع يا مادة اللي هي granular or crystalline، هاي نوع الرطوبة الموجودة بالمادة، رطوبة موجودة على السطح مو بالبروس مو في داخل المادة، بالتالي any condition حيمر أو أي هواء حيمر على هاي المادة حيجففها. نوع الفايبر أو الأمورفس، هاي طلاب لا، هاي تكون ال very fine بروس، أوكي، الرطوبة موجودة في داخل المادة، مثال على ذلك مثل الصابون، أوكي، الإكس، عندكم الوود، أوكي، الخشب، الليذر، الجلود، هاي كلها هاي المادة، القطن، هاي المواد طلاب لا، هذه لازم الدراينج يتبع الفرق الكونديشن، يعني من حيث الريت، من حيث الحرارة، من حيث ليش؟ لأنه أي سرعة في عمليات التجفيف طلاب قد تسبب تشقق وتلف في المادة، وبالتالي قسم منها تتغير خصائص المادة إلى خصائص ثانية، قسم من المواد تحرق وتتلف. لذلك لازم نكون كلش بي كيرفول في عمليات التجفيف، ونقدر عن طريق هاي معرفة صفات المادة اللي هي مثل ما نقول fibers or amorphous and gel-like materials، أوكي، هاي المادة لازم نحدد لها critical factor. إذا الدراينج أو rate of drying أو عملية السلكشن دراينج كونديشن هو حيكون كريتيكال فاكتور، ولازم الريت اوف دراينج يتبع هاي الكريتيكال فاكتور. زين، مثل ما قلنا لان يسبب تلف في الماده. الان طلاب طبعا احنا هنا مثل ما قلت لكم طلاب عندنا الترمينولوجي اند ديفينيشن، هاي الشيء المهم طلاب اللي اريد اوضح لكم اياه. بعض التعاريف المهمه جدا
أريد أنتم يعني تطلعون عليها، تحفظون هاي القوانين اللي هي في هذه الصفحة، ماشي؟ يعني 3 و4، أوكي، 3 عندكم و4 مهمة جدا، و5، هاي 3 و4 و5 و6، أوكي، يعني 3 4 5 6 قبل ما نوصل إلى الاشتقاق. فهاي طلاب 3 و4 و5 كلش سهلة. هسه أنا راح أتطرق لكم إلها وأشرح لكم إلها، زين؟ يعني حتى من نبدي طلاب نشرح على الاشتقاقات أو نبدي نشرح على عملية التجفيف للمواد، راح تكون جدا واضحة بالنسبة لكم. بصورة عامة إحنا راح نختار السيستم اللي راح نشتغل عليه، Air Water System. فهذا الديفينيشن هو متعلق بالAir Water System، حيث أن الهيوميديتي هي شنو، هي معنى الرطوبة، Mass of Vapor، Vapor Water. شوفوا طلاب، لأنه Vapor إذا غاز استخدمنا مصطلح الهيوميديتي، Per Unit Mass of Air إذا هو شنو، هو عبارة عن كيلوغرام إلى كيلوغرام. الكيلوغرام مال من، مال Vapor على كيلوغرام of a dry air. هذا كلش مهم طلاب، جدا مهم تنتبهون عليه. كيلوغرام الى كيلوغرام معناها هاي الوحدة شنو، dimensionless. كيلوغرام شنو، كيلوغرام يكون المن للفيبر او للووتر، ووتر اوكي اللي صاير بي فيبر متبخر نتيجة لتسليط الهواء الحار، على كيلوغرام للدراي هواء يعني الداخل، اوكي. فاذا المقام دراي هنا حيكون vapor. زين، كيلوغرام على كيلوغرام، منو عندنا المادة A؟ المادة A راح نعتبرها الليكويد اللي هو المي الموجود بالمادة الصلبة اللي نريد نجففه. البي راح نعتبرها هي الغاز، الهواء الحار الداخل. فالهيوميديتي ايش راح تساوينا؟ المولكيولار ويت مال المادة A في البارشل بريشر، اوكي، يعني على المولكيولار ويت مال المادة في البي توتال ناقص بي اي. البي توتال هو شنو، هو البي بي البارشال، نقدر اما نقول بصيغه البي توتال ناقص البارشال بريشر مال ماده اي، او هذا كله هو شنو يعني البارشال بريشر مال ماده بي. اذا هو المولكيولر ويت في البارشال بريشر الاي على المولكيولر ويت في البارشال بريشر مال ماده بي، اوكي. هاي الهيوميديتي اللي هو كيلوغرام الى كيلوغرام. طيب نوع المواد الآن، طبعاً هنا مثل ما قلنا أكو أنواع من المواد اللي هو قلنا granular سابقاً ذكرناها هنا طلاب، granular أو fibers أو amorphous. هنا نوع الرطوبة اللي ترتبط بهاي المواد، شوفوا طلاب نوع الرطوبة اللي حتكون موجودة في مواد الكريستالين، زين، وفي مواد الamorphous. نوع الرطوبة راح تكون أما رطوبة بوينت مويستشر مرتبطة في المادة، زيني، أو تكون غير مرتبطة، يسموها الأم بوينت مويستشر. أما البوينت مرتبطة، زين، أو أم بوينت غير مرتبطة في المادة. الإكوليبريم اللي هي رطوبة في حالة توازن داخل المادة، وأكل فري مويستشر. إذن أكو أنواع، 4 أنواع من الرطوبة. طبعاً طلاب الفري مويستشر هي عادةً الرطوبة الموجودة الاعتيادية بالجو اللي إحنا توجد مثلاً على السطوح، توجد مثلاً على الملابس. هاي الرطوبة اللي هي عادةً إحنا موجودة بالطبيعة، وهاي يمكن إزالتها جداً 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 بسهولة، أوكي. يعني شي يسموها، يسموها الفري مويستشر. الفري مويستشر تخلوها ببالكم تحفظوها، هاي مهمة جدا طلاب، أو هذا القانون جدا مهم، لأن إحنا شغلنا راح يكون كله على الفري مويستشر من نوغادي، كله على الإكس، فهذا جدا مهم تخلوه في بالكم. البوينت مويستشر طلاب المرتبطة، الرطوبة المرتبطة هي الرطوبة اللي تكون مرتبطة داخل المادة، اللي مثل ما قلنا نوع المواد اللي هي حد درسناها تكون شنو، باروس، مواد أمورفس فايبرز. ليش؟ لأن هاي النوع من الرطوبة مع المواد ما ممكن إزالتها بسهولة، لا، لازم نتبع critical factor، زين، يلا نقدر نزيلها من داخل المادة. الأمبويند مويستشر مثل ما قلنا اللي ما تكون رطوبة، ما تكون مرتبطة بالمادة، نعطينا مثال عليها اللي هي حتكون مثل الحصوة، الرطوبة الموجودة على السطح
هي أنبول ما مرتبطة، مجرد أنه أمرر أي كونديشن عليها راح تنزال. إذا هاي شو نوع الرطوبة يسموها الأنبويند مويستشر. البويند مويستشر لا يتبع فد كريتيكال معين، زين أني ليش؟ لأن البارشل براشر مال هاي الفيبر براشر أوكي أني حيكون أقل من الفري مويستشر في نفس درجة الحرارة، زين أني الفيبر براشر is less than that of free water at the same temperature. اوكي، فلذلك هاي احنا ما نقدر نزيلها بسهوله الا بكونديشن معينه، زين اني. واحيانا هاي شلون تتواجد الرطوبه؟ نقدر نشوفها داخل على جدران المواد، تتواجد على جدران المواد زين اني، او مثل على شكل مثل الانابيب الشعريه زين، هاي كامثله هم نعطيكم اني، او تكون ممتزه absorb on the cell، ممتزة على السطح، إذن لها يعني أشكال، أما تكون ممتزة أو مثل capillary أوكي يعني، أو موجودة على جدران الخلايا. هاي النوع مثل ما قلنا لازم إلا ظروف معينة أو condition معين، يلا من الحرارة من الضغط يلا نقدر نزيلها. هاي هنا بأي condition بأي حرارة يلا لازم نتبع، يعني نقدر نتبعها انه نزيل لنا اياها. هاي مثال عليها، مثل لو اعطيكم مثال طلاب البويند، مثل يعني عندنا الصابون. الصابون طلاب لو تجون عليه هي عباره عن ماده مثل العجينه بها رطوبه، من يجون يجففوها طلاب لازم تكون بكونديشن معينه. ليش؟ لانه لو انتم في بالكم احنا احيانا تشوفون صوابين الفينشينج مالتها كلش بيرفكت، ليش؟ لان هذا تبع critical condition critical factors لإزالة الرطوبة الموجودة، بينما أكو صوابين تحس تشوفون شكلها عبارة باقي متفطر ومنتفخ swelling من الداخل، ليش؟ لأن مرورين حرارة سريعة جدا، بالتالي باقي السطح متجفف داخل المادة باقي رطوبة بي، إيش راح يسبب؟ راح يسبب تلف للفيزيكال مال المواد أوكي يعني، وبالتالي حيسبب تشققات، وبالتالي حيسبب يعني تلف للمنتج مالتنا. فهذا هو مثل أنواع الصابون، مثل ما قلنا أنواع الوود الخشب، أنواع الجلد. هذا نوع الرطوبة الموجودة به هي البوند مويستشر، ليش؟ لأن هذا لازم إحنا نتبع الكريتيكال، بينما الأنبوند أي كونديشن رح تزيله للفري مويستشر بدون أن نعاني من عنده. الأكوليبريم طلاب هاي تحفظوها على غيبكم، هاي نوع من الأكوليبريم ما ممكن إزالتها من المادة، ليش؟ لأنه إحنا تبعنا عدة طرق لإزالة الرطوبة، وهاي بقت داخل المادة ما زالت، وراح أجي أوضح لكم إن شاء الله بالمحاضرات شلون أكتشفها إنه هي موجودة بالمادة أوكي يعني. هاي تحفظوها ما ممكن إزالتها من المادة، اللي تزال من المادة فقط الفري مويستشر. بصورة عامة الفري مويستشر، القانون الإكس فري مويستشر اللي راح نستخدمه هي إكس توتال اللي إكس توتال تشمل اللي هي تشمل البوند والأنبوند زيني، ناقص الإكوليبريم مطروح من أتا هذه ينطيني الفري مويستشر زيني. فهي هاي هنا فد توضيح الأنبوند يعني اللي تكون ما مرتبطة، واللي تكون مرتبطة مجموعهم ينطيني التوتال كله، أجي أطرحهم أحصل على الفري مويستشر زين. عندنا هنا طلاب التكملة دي يقول هاي البارشل براشر للقانون السابق، توضيحات التوتال براشر، الموليكولر ويت مال فيبر للمادة A، دي يقول إنه المادة A أخذناها هو الفيبر، والمادة B أخذناها هو الغاز. الساتوريتد هيوميديتي طلاب أيضا هنا القانون مالتها عندكم، الموليكولر ويت مال المادة A في الفيبر براشر، الطبع أنتو المادة A أخذناها لكويد فطبيعي لها بالتبخير فيبر براشر، المادة B هي الغاز، فطلاب MB في البي ناقص الفيبر براشر مال المادة A. ليش؟ هي البي توتال ناقص المفروض شنطينا، ينطينا لو تنتبهون ركزوا ينطينا البي بي، ايضا راح ينطينا البارشل براشر ما ينطينا الفيبر براشر، ليش؟ لانه الماده بي هي غاز، والغاز هو ما بي فيبر براشر، تنتبهون عليها طلاب، فقط الماده اي. بالنسبه للماده اي
وبي في حالة مو saturated humidity، في حالة الهيوميدز الطبيعية اللي مثل ما أخذناها هنا زين عيني بهذا القانون، بي partial pressure للمادة A. شوفوا partial pressure للمادة A partial pressure للمادة B، هذا لأن humidity. من نجي على saturated humidity تنتبهون طلاب، partial pressure مع المادة رح يكون vapor pressure هنا بالقانون لأن هذا saturated humidity، فهنا حيكون الفيبر بريشر على مال البارشل بريشر بي. يعني ممكن بي توتال ناقل فيبر بريشر، لكن هذا كلش راح ينطينا بارشل بريشر وليس فيبر بريشر. تنتبهون كلش على هاي النقطه. الريليتيف هيوميديتي ايضا هي البارشل على الفيبر في 100. عندكم البيرسنتج هيوميديتي هي الريليتيف اللي هو البارشل على الفيبر مضروب في البي ناقص بي اي نوت على البي ناقص البارشل. اوكي، يعني هاي القوانين طلاب تحفظوها. الهيوميد فوليوم كل واحد مول من الغاز ات واحد اتموسفير ستاندر يعطيني 22.4 متر مكعب. قانونه هاي ليش نستخدم هذا القانون؟ في حالة طلاب اذا انا عندي ما عندي هيوميديتي، يعني الهيوميديتي صفر، فما نسميها هيوميد فوليوم، نسميها سبيسيفيك فوليوم. إذا الهيوميديتي صفر من المادة أو الدراي اير، هنا أنا معرف لكم إياها is the volume of unit mass of dry air with accompanying water vapor at given temperature. Okay, any and pressure. هنا التعريف عفوا، واحد كيلو مول من الغاز ينطيني واحد أتموسفير عفوا صفر فالطلاب هنا اللي عندنا حيكون يسموه specific volume إذا humidity صفر. وإذا أكو نسبة من الهيوميديتي راح يكون هذا القانون. فهاي شو وقت عندنا من إحنا نريد نطلع الهيوميد فوليوم عكس الهيوميد فوليوم، عندنا الهيوميد دينسيتي. يعني إذا ما عندنا هيوميد دينسيتي للمادة، مجرد حصولنا على الهيوميد فوليوم عكس الهيوميد فوليوم، لأن هو الوحدات مالته متر مكعب على كيلوغرام، عكسها كيلوغرام حيكون على المتر مكعب. وإذا الـ H يساوي لنا H not، يعني هنا بدال الـ H حيكون saturated، يسموها saturated volume. إذا عندنا humid volume، أكو عندنا specific volume، من ما عندنا أصلاً humidity اللي humidity صفر، الـ V يسموها specific volume. شو وقت يسموها saturated volume من الـ H اللي humidity هنا تساوي لنا H not، وشو وقت يسموها humid من الـ عندنا أكو قيمة اللي humidity المادة. زين يعني هنا عندنا الهيوميد هيت، هذا قانونه مثل السي بي. سي بي سنسبل هيت هو لاتنت هيت. عندنا هنا سنسبل الهيوميد هيت هي الطاقة نحتاجها حتى نرفع درجة الحرارة مال المادة، فهي سي اي زائد سي دبليو. السي اي هو السبيسيفيك هيت للغاز والفيبر، اذا هذا غاز هذا فيبر، هذا الفيبر مضروب في الهيوميديتي زائد سبيسيفيك heat of gas، يعني سي بي كأنه بالضبط السي بي مال مادة A زائد السي بي مال مادة B في الهيوميديتي ينطينا الهيوميد هيت. طلاب من هنا ننتهي إلى، يعني نتوقف في محاضرتنا. أتمنى أنه جزء بسيط من المحاضرة اليوم أخذنا توضحت بالنسبة لكم. أتمنى لكم يا ربي كل التوفيق، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة.